طيب احنا هنستأذن حضرتك بس نروح اتفضل. لدقائق معدودة على مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان زميلتنا العزيزة سالة حامد موجودة هناك عشان تعرفنا على آخر الأخبار وآخر المستجدات. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك واكيد برحب بيك انا هواند وبضيفكم وطبعا دكتور عادل الكريم الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا انا منتقده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم يعني كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي طبعا معاكم بالفريق الاول للكره الطايره رجال الماسترز طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. ان شاء الله يعني طبعا بعد ما الماسترز او فريق الكره الطايره فازوا على نادي الطيران في الدور الثمانيه من بطوله الدوري والتاهل للنصف النهائي من البطوله، النادي الاهلي لسه يعني منتظر ان شاء الله يعني هيوجه طبعا في نصف النهائي نادي سموحه، منتظر من قبل الاتحاد المصري لكره الطايره انه يتم تحديد يوم المباراه وكمان يعني انهي ملعب هيتلعب عليه. فلسه النادي الاهلي في انتظار يعني قرار من الاتحاد المصري، ولكن من هنا لحد لما يطلع قرار ان شاء الله بخصوص مباراه النصف النهائي امام نادي سموحه، النادي الاهلي عنده ان شاء الله يعني مباراه يوم الجمعه وهيكون مع نادي الترسانه في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. وان شاء الله البطوله دي او المباراه دي هتقام على يعني صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. ده بالنسبة لي فريق الطايرة. بالنسبة لي كمان فريق الطايرة، ولكن السيدات تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 6 استعدادا للمباراتين إن شاء الله في بطولة الدوري الفترة الجاية. ويمكن شفنا يعني الأيام الماضية فريق الفتيات الذهب أو فريق كرة الطايرة فازوا على نادي هليوبلس في يعني الأيام الماضية، ويمكن ده كان دور الثمانية من بطولة كأس مصر والتأهل للنصف النهائي. يمكن إن شاء الله يعني يوم السبت اللي جاي ويوم الأحد يا كريم وأنا هوند هيكون يعني دور الثمانية من بطولة الدوري المصري لكرة الطائرة واللي هيواجه فيها النادي الأهلي إن شاء الله نادي الزهور. المباراتين دول ان شاء الله يعني هيقاموا بره يعني على الملعب الخاص بنادي الزهور، وده هيكون الدور الثمانيه واللي هيقام بالنظام ده بس اوف 3 ان المفترض ان شاء الله يعني عشان الفريق الفائز يضمن التاهل ليه يعني المرحله اللي جايه لازم يكسب مباراتين من اصل ثلاث مباريات عشان يضمن التاهل لمباراه النصف النهائي. كمان سيدات كره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7، يمكن النهارده كان عندهم يعني مباراه مع نادي الزمالك ويمكن دي كانت رابع الجولات من مرحله الدور الاياب او الدور الثاني من بطوله الدوري، لكن تم إلغائها بعد ما طبعا نادي الزمالك انسحب من بطولة الدوري. ويعني طبعا طبقا للائحه للاتحاد المصري لكره السله انه اي فريق يعني ينسحب من بطوله الدوري يعني يهبط للدرجه الثانيه. فالنهارده مباراه نادي الاهلي مع نادي الزمالك تم الغائها، والفريق النهارده هيتمرن بشكل طبيعي وهيستعد ان شاء الله للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الجمعه الساعه 6 ودي هتكون مع البنك الاهلي ضمن منافسات بطوله الدوري وهتقام على صاله مركز شباب الجزيره. كمان سيدات او يعني السيدات كره اليد النهارده برضه عندهم تمرين الساعه 6 وهيستعدوا بشكل قوي للمباراه اللي جايه ان شاء الله امام سبورتنج. وكمان رجال كره اليد النهارده عندهم تمرين الساعه 4 وعندهم مباراتين مهمين جدا في بطوله الدوري هيكونوا يوم الخميس والجمعه اللي جايين. يعني اول مباراه يوم الخميس هتكون مع البنك الاهلي ويوم الجمعه هيكون مع نادي سبورتنج، والمباراتين دول هيكونوا الساعه 4 عندنا يعني طبعا هتقام على الصاله عندنا على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي كانت يعني سريعا يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم تفضل. مفيش اي اسئله، مالكيش عندنا غير كل الشكر زميلتنا العزيزه سالة حامد على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا ليكي. يا سلام، من الناس الشاطره جدا يعني. بس كلهم الحقيقه عاملين تغطيات دايما متميزه الحقيقه يعني.